راح ارجع اذكركم بمسابقتنا اللي اطلقناها من يومين واللي هي متعلقه بعيد الام. بدي ارجع لكم كل شخص حابب منكم يبعث فيديو بين ال10 و15 ثانيه يوجه تحيه كبيره لامه، مش بس مثل ما عم نقول لكم معايده عاديه، انما انتم ليش بتعتبروا انه امكم افضل ام بالعالم؟ يعني بنعرف اوقاتك بيمزحوا بيقولوا بي احسن من بيك او بي اقوى من بيك، بس هو عن جد كل شخص منا بيشعر انه بيه هو افضل بي بالعالم وامه هي افضل ام بالعالم. بدكم تقولوا ليش بتحسوا هيدا الشيء مش بس معايده عاديه. بعتوا لنا هيدا الفيديو على الرقم الخاص بعالم صباح، معكم من هلا ولغايه 21 الشهر، واكيد هالشغله اللي عم نشتغل عليها رح يتم اعلان عدد من الفائزين ب 21 اذار ان شاء الله بالحلقه الخاصه بعالم الصباح، ورح تربح امكم جوائز قيمه عديده من عالم صباح، ومنا مجوهرات قيمه، منا ايضا ادوات منزليه، منا امور متعلقه بالاهتمام بجمالها، واكيد هيدا الشيء نحن ناطرينه منكم من هلا ولغايه 21 الشهر. انما هلا رح ننتقل لحتى نشوف الشيف وين صار، واكيد تحضيراته لاكلاته الطيبه ورشه ملح. صباح الخير من جديد لكل المشاهدين، وما كنتوا عم بتتابعونا بعد ما خبزت انا الكيك بالفرن على درجه حراره 180 صار جاهز قدامي، لكن لكل المشاهدين اللي ما تابعونا من الاول شو حضرنا؟ جبنا عجانه كهربائيه، حطينا فيها طحين، حطينا فيها بيض، حطينا فيها زبده، حطينا فيها بيكنج باودر وسكر بودره وفانيل، عجنتهم كلهم مع بعض وضفنا لهم شوي من الحليب، اخذنا نكهه كثير طيبه، سكبنا القالب فوتناه على الفرن على درجه حراره 180 بعد ما كنت ساكب العجينه بالصينيه، شلناها من الفرن صارت جاهزه قدامي. عندي بهيدا الوعاء في عندي جوز وعندي زبيب وعندي من السكر الاسمر وعندي جوز الهند، راح ضيف لهم حليب. اوكي؟ لكن عندي جوز، عندي زبيب، عندي جوز الهند، سكر اسمر، وعم نضيف لهم حليب. اوكي. بخلطهم مع بعض بهالشكل هيدا، ورح حطهم على وجه القالب، بس هون انا القالب ما بدي فوته على درجة حرارة كتير عالية، يعني فيني حطه تحت الفرن ويستوي من تحت الفرن، او فيني حطه بالفرن كمان حوالي 4 دقائق. اوكي، انا عم بحط هالحشوة على الوجه مع الزبدة، طبعا حطينا كمان زبدة. اوكي، مثل ما عم نشوف عندي شو عندي على النار. انا بلشت بالشوربة، في عندي على النار زيت زيتون مع بصل جوانح، حاطط انا سبانغ، بعد ما غسلت السبانغ فرمت السبانغ وحضفتهم فوق البصل عم بيتقلوا مع بعض. شو راح نضيف فوقهم وشو هو هيدا الطبق؟ السبانغ. هيدي شوربة الملفوف مع السبانغ والكرافس، لكن شوربة الملفوف هيدا شوربة عندها قيمة كتير غذائية وكتير صحية، يعني عندنا ملفوف وعندنا بصل وفي عندي سبانغ وفي عندي كمان رح احط معها بندورة ورح احط معها فليفلة ورح احط معها كرافس، خليهم كلهم يغلوا مع بعض وبدي اطحنهم لحتى نحصل على نكهة كتير طيبة. طيب انا برجع بكفي كمان بحط باقي الحشوة على وجه الكيك مثل ما عم نشوف، نحطهم بهالشكل هيدا. اوكي، هيدا الكيك كمان صار جاهز عندي لحتى فوته على الفرن، يعني فينا نحطه على حرارة تقريبا 80، ما عندي اي مشكلة. اوكي، فوتني على الفرن، برجع بجي لهون. بصل وعندي سبانغ، رح اجيب الملفوف نحط ملفوف معهم، طبعا فيني افرم الملفوف كيف ما بدي، لان بالنهايه كل هالخضار رح ترجع
تنطحن بعد ما نقليها مع بعضها. اوكي. ضيف الملفوف فوق البصل وفوق السبانخ. بهالوقت شو رح اعمل انا كمان؟ رح نبلش بالبامية انا وياكم لحتى نخلص الطبخات لاخر الوقت. طيب عندي زيت زيتون وعندي دجاج مسحب قطعهم انا، قطعتهم كيوبس حطيتهم على النار. لكن زيت زيتون مع الدجاج. نحن هون بلشنا بالبامية بالدجاج. لكن طاجن البامية بالدجاج، زيت زيتون ودجاج على النار. لحتى يستووا رح احطهم بصينيه. بعد ما احطهم بصينيه بنفس القلايه رح اقلي بصل، رح اقلي ثوم، رح اقلي فليفله، رح اقلي البندوره مع بعضهم وضيف لهم كمان شوي من رب البندوره وبندوره مطحونه، وجيب الباميه حطهم فوق الدجاج بالصينيه وحط المرقه مع الصلصه كمان فوقهم وفوتهم على الفرن على درجه حراره 220. نجي للكرافس كمان. طبعا الكرافس والملفوف والسبانغ كلها نحن مغسلينها ومحضرينها. حطينا كرافس، نجي كمان بدي احط بعض من الكرافس، بيعطي نكهه كثير طيبه وكثير مهم الكرافس بالشوربات او كمان ببعض الصلصات والاطعمه، وهو نوع من انواع مواد المعطرة. طيب حطينا كرافس، باخذ فليفلة خضراء بخلي بس هول، باخذ كمان بفرمهم مثل ما بدي لان بدهم يرجعوا ينطحنوا. اوكي ضفنا فليفلة خضراء رح قليهم مع بعض. لكن مشاهدينا صار في عندي بالطنجرة زيت زيتون، بصل، عندي كرافس، عندي ملفوف، وعندي من سبانغ، وهلا ضفنا كمان لها من الفلايفله. بضل في عندي بندوره، رح ضيف لها كمان راس بندوره. البندوره بيعطيها نكهه كثير طيبه. ما عندي مشكله كمان فيني اقطعها مثل ما انا بدي. اوكي اكان ضفنا البندوره، انا رح اضيف لألون كمان بعد مرقة، مرقة دجاج او مرقة لحمة. بعد ما تستوي هالخضار وتطلع ميتة بالقلي بحط رشة بهار ابيض، رشة ملح، وباخر فقرة رح نطحن هالشوربة انا وياكم. وهلأ منقلب الدجاج. عندي الدجاج بس قبل، اوكي رح جيب فلفل اسود، ما بدنا نكتر، في ناس ما بيحبوا الفلفل الاسود، ونحط رشة ملح، بنحط كمان رشة كمون، وبنحط رشة كزبرة، وبنحط رشة قرفة، وبضل بدنا نقلي الخضار اللي خبرتكم عنها، البصل مع الثوم مع الفليفلة والبندورة، ونصفهم بالصينية، وباخر فقرة رح نكفي هالطبخة انا وياكم. وهلا بالعودة لإلك غيدة. يعني في حدا ما بيحب الفلفل الاسود؟ ما بعرف مين عم بيلمح، في ناس ما بيقول مين، في ناس بيناتنا ايه عم بيلمح بس وما عم بيقول مين، يمكن اسمهم ببلش بحرف الغيضه يمكن. ما بعرف. على كل الاحوال بعد شوي رح نرجع نروح لعندك شيف اكيد لحتى نكون بالتفصيل مع التحضيرات النهائيه. خليكن معنا.